منذ عشرات السنين. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية تأتي بسبب شرائها منظومة S-400 المضادة للصواريخ. وقال بومبيو إن العقوبات تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية وتجميد الأصول وقيودا على التأشيرة لرئيس الهيئة إسماعيل ديمير ومسؤولين آخرين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لتركيا أن شرائها منظومة S-400 قد يعرض التكنولوجيا الأمريكية والعسكريين الأمريكيين للخطر. وأوضح بومبيو أن تركيا قررت المضي في شراء الصواريخ الروسية واختبارها رغم توفر أنظمة بديلة لدى حلف الناتو. لكن بومبيو أضاف أن تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن الإقليمي، وأن بلاده تسعى لمواصلة التعاون معها في قطاع الدفاع. في المقابل قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العقوبات الأمريكية على بلاده تهز كل قيم التحالف بين تركيا والولايات المتحدة. وأضاف أكار أن العقوبات على دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب، بل ستقوض الثقة بين الحلفاء. وأضاف أن الحكومة التركية ستتخذ كل التدابير من أجل حماية أمن مواطنيها وبلدها الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير على حد تعبيره. وفي السياق، رفضت وزارة الخارجية التركية القرار الأمريكي بفرض عقوبات ضد هيئة الصناعات الدفاعية التركية. وقالت الوزارة إن الادعاءات الأمريكية بأن منظومة S-400 تشكل نقطة ضعف لأنظمة الناتو غير صحيحة تقنيا. وحذرت الخارجية التركية من أن القرار الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين، وسترد تركيا بالخطوات اللازمة من أجل أمنها القومي. ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار والرجوع عنه، وأبدت استعدادها لتناول الموضوع من خلال القنوات الدبلوماسية. ومن جانبه، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب شرائها منظومات S-400 الصاروخية الروسية. ووصف لافروف في مؤتمر صحفي تلك العقوبات بأنها غير شرعية، وأنها من أوجه تعامل واشنطن المتعالي تجاه القانون الدولي وفق تعبيره. العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب اقتناء منظومات S-400 لم تكن مفاجئة، وهم يتحدثون عن ذلك منذ أكثر من عام. إنها وجه من أوجه تعامل واشنطن المتعالي تجاه القانون الدولي، وشكل من أشكال الإجراءات الأحادية غير الشرعية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، وأعتقد أن ذلك لا يعزز مكانتها في الساحة الدولية. على التعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من جنيف بلال سليمة، الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة. أحييك سيد بلال. سؤالي الأول، لماذا الآن والإدارة الأمريكية الحالية على بعد أسابيع قليلة من تركها للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. مسألة فرض العقوبات على تركيا بسبب شراء S-400 هي مسألة ما زالت مستمرة منذ حوالي أكثر من سنة ونصف، وحتى أن جذورها ترجع إلى ما قبل من ذلك عندما قامت قوات الناتو بسحب صواريخ الباتريوت من جنوب تركيا في عام 2015، والذي دفع تركيا لاحقا للبحث عن السبل الأخرى للدفاع الصاروخي، ومن ثم الانتهاء بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي. أما لماذا الآن؟ حقيقة هذا سؤال يجب أن يوجه بداية للإدارة الأمريكية، لكن واضح أن إدارة ترامب وفريقه وتحديدا بومبيو وزير الخارجية يتخذ أو يعملون على استغلال اللحظات الأخيرة والوقت بدل الضائع إن جاز التعبير من عمر هذه الإدارة لاتخاذ عدة خطوات ليست فقط اتجاه تركيا. لنتذكر أيضا أنهم قاموا باتخاذ بعض الخطوات فيما يتعلق بدعم التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية كما في حالة المغرب. وإضافة إلى ذلك، بومبيو في الاجتماع الأخير
لوزراء خارجية حلف الناتو الذي جرى منذ حوالي أسبوعين، قام بتوجيه اتهامات باطلة لتركيا فيما يتعلق بنشاطات تركيا في شرق المتوسط وإلى آخره. وبالتالي القرار الآن هو جاء نتيجة جهد مكثف من بعض الجهات في الإدارة الأمريكية وتحديدا وزير الخارجية بومبيو، والذي اتخذ موقف واضح اتجاه الأنشطة التركية سواء في شرق المتوسط أو حتى فيما يتعلق بمساعي تركيا للحصول على نظام دفاعها الصاروخي. إلى أي مدى سيكون لهذا القرار الأمريكي والعقوبات الأمريكية تأثيرات حقيقية على الصناعات الدفاعية العسكرية التركية سيد بلال من وجهة نظرك؟ نعم، بالتأكيد أن هذا القرار سوف يكون له تأثيرات في عدة جوانب، تأثيرات على في تعميق مستوى التوتر والجرح في العلاقات بين الطرفين، وأيضا تأثيرات قد يكون له تأثيرات اقتصادية على المدى المتوسط، لكن على مستوى الصناعات الدفاعية التركية والتي حققت تقدم مميز في السنوات الأخيرة، السنة الماضية فقط كان مجمل الصادرات ما يقارب 10 مليارات دولار وهو رقم قياسي بالنسبة للصناعات الدفاعية التركية. من المؤكد أن هذا أن سلسلة العقوبات التي فرضت سوف تؤثر على الصناعات الدفاعية التركية. لن يكون هذا التأثير هو تأثير راديكالي أو جذري كبير، لكن هو سوف يترك تأثير على بعض المشاريع المستمرة الآن من قبيل المشروع المتعلق بتطوير إحدى الفرقاطات البحرية تحت اسم اسطنبول كلاس، وتطوير إحدى الطائرات التدريبية العسكرية تحت اسم حورجت. هذه البرامج بالإضافة إلى برنامج ثالث هي مرتبط بشكل أو بآخر مع بعض الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التصنيع العسكري، والعقوبات التي تم فرضها سوف يؤثر على سير هذه المشاريع. إضافة إلى ذلك، مجرد فرض العقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية والمرتبطة برئاسة الجمهورية في تركيا والتي تشرف على كافة على معظم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية سوف يؤدي إلى تأثير إلى خلق أثر سلبي، من حيث أن كثير من الجهات الأخرى سوف تتردد بشكل كبير نعم. في التعامل مع هذه الجهة. سيد بلال، أتمنى أن تبقى معي، بالتأكيد سأعود إليك، لكن دعني أرحب بضيفة أخرى تنضم إلينا عبر الإنترنت من دبي، الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفث. أحييك جيرالدين على شاشة الجزيرة مباشر، ودعيني أبدأ بالسؤال حتى المطروح في تركيا الآن، كيف يعني لدولتين حليفتين مشاركتين في حلف شمال الأطلنطي أن تقوم إحداهما بفرض عقوبات على الشريك أو الحليف الآخر؟ البعض يرى أن هذا غير منطقي ويقود هذا التحالف الاستراتيجي بين البلدين، لماذا؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. هذه العقوبات تستهدف القطاع العسكري الروسي، وهذا القانون الذي فرضت العقوبات دخل إلى حيز التنفيذ في أغسطس 2017، وقالت الولايات المتحدة منذ فترة أنه شراء واستخدام المنظومة الدفاعية الروسية من قبل تركيا غير مقبول. و طبعا تركيا عضو حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة تعتبر تركيا شريك مهم جدا، فنحن نريد تعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن استخدام هذه المنظومة الروسية يعرض المنظومات الأمريكية والغربية للخطر. بالتالي اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار، ونحن منفتحين على مناقشة دبلوماسية مع تركيا لإيجاد حل لهذا نعم. الملف. الانفتاح يكون قبل فرض عقوبات وليس العكس. تركيا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك لجان فنية على الأقل لتقوم بطرح مسألة مهمة، هل سيكون هناك إشكالية حقيقية على حلف شمال الأطلنطي على الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية تصل لنتيجة؟ لماذا لم ترضى أمريكا بهذا الحل وحتى أن يكون مشارك في مثل هذه اللجان يعني أعضاء فنيين من قبل حلف شمال الأطلنطي جيرالدين؟
اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار بعد فترة طويلة من المناقشات والدراسة جميع زوايا هذا الملف، واستخدام منظومة S-400 وكمان برنامج F-35. هذا مستحيل، لذلك الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا القرار، ونحن نشجع الحكومة التركية على إلغاء استخدام هذه المنظومة لعودة إلى برنامج طائرة F-35. أيضا الولايات المتحدة مثل ما قلت ومثل ما قال وزير بومبيو، الولايات المتحدة تستهدف روسيا مع هذه العقوبات مش تركيا، وقدمت الولايات المتحدة بدائل إلى تركيا، ولكن تركيا قررت استخدام هذه المنظومة الروسية، وهذا من المؤسف، لكن مستحيل استخدام منظومة S-400 والمنظومات الغربية في نفس الوقت. اسمحي لي جيرالدين، الرواية التركية عكس ذلك، قالوا أن من منع بيع منظومة باتريوت الأمريكية كانت إدارة أوباما، وفرضت كثير من الشروط التعجيزية في هذا السياق. والذي ذكر هذا هو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في 2017، وحمل المسؤولية لإدارة أوباما. إذن تركيا تقول أننا كنا مستعدين وحتى هذه اللحظة على شراء الباتريوت الأمريكية، ومن رفض كانت الإدارة الأمريكية. الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا طويلة العمد وعميقة، لذلك تركيا كانت تشارك في برنامج F-35. فمثل ما قال وزير بومبيو، الولايات المتحدة تسعى لمزيد من الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن استخدام منظومة S-400 هذا غير مقبول. فنحن مستعدة لمناقشة الموضوع لإيجاد حل وسط لجميع الأطراف المعنية. الأتراك يردون أن اليونان تستخدم منظومة روسية S-300، ولم تعترض الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر، ولم تفرض عليها عقوبات. لماذا هذه الازدواجية؟ هكذا يقول الأتراك. هذه المنظومة مستخدمة من قبل الحكومة اليونانية تختلف عن منظومة S-400. فمثل ما قال وزير بومبيو، هذه المنظومة بالذات هنا تكمن المشكلة. فمن الممكن نتغلب على هذه المشكلة وإيجاد حل، لكن تركيا كعضو حلف شمال الأطلسي من اللازم حفاظ على انسجام المنظومات العسكرية الغربية. بالتالي اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار، ونحن نقدر مساهمة تركيا في حلف شمال الأطلسي، ونحن نريد مزيد من الشراكة، مزيد من المساهمات، لكن باستخدام هذه المنظومة منافية لهذا الشراكة العسكرية، هذه الشراكة العسكرية. هل من الوارد أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه العقوبات ضد تركيا؟ هذه العقوبات تأتي في إطار قانون كاتسا دخل إلى حيز التنفيذ منذ أكثر من 3 سنوات، دخل إلى حيز التنفيذ في أغسطس 2017. فهذا القانون ثابت، وحسب وفقا لهذا القانون من اللازم تستحدث أعداء الولايات المتحدة مثل روسيا، وهذا فرض هذه العقوبات اليوم، هذا ليست المرة الأولى تم فرض عقوبات في إطار هذا القانون. هل تعتبرون أن تركيا دولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تقومون بتطبيق هذا القانون عليها، قانون كاستا، أم لا؟ تركيا شريك مهم وقوي للولايات المتحدة. هذه العقوبات تستهدف روسيا والشراكة العسكرية بين روسيا وحلفائنا. طيب، يعني هل تعتقدين أن الكونغرس كان له اليد العليا في فرض هذه العقوبات؟ يقولون أن ترامب كان رافض لفكرة فرض عقوبات على تركيا، ورأى كما تقولين أنت شريكا مهما مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فلماذا الآن؟ ما الذي تغير؟ عملية فرض هذه العقوبات تستوجب كثير من الوقت، ومثل ما قلت بدأت الولايات المتحدة التشاورات الدبلوماسية مع تركيا حول هذه المنظومة الروسية منذ فترة، وبحثنا عن بدائل غير فرض العقوبات، لكن مع الأسف وصلنا إلى هذه المرحلة، ونحن نريد نواصل المناقشات مع الحكومة التركية لإيجاد بدائل غير فرض العقوبات، لكن مع استخدام هذه المنظومة ليس هناك كثير من البدائل الأخرى. جيرالدين إسماعيل، البعض يقول أن هذه الطريقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا لعلها يعني تأتي بنتائج عكسية، بمعنى تدفع تركيا أكثر إلى علاقات أوثق مع روسيا على عكس حتى ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أليس هذا الطرح يبدو صحيحا ومنطقيا؟ هنا كثير من المصالح متبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا، لذلك تركيا شريك مهم للولايات المتحدة، وهذه العقوبات لا تستهدف تركيا أو العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، هذه العقوبات تستهدف الشراكة العسكرية مع روسيا. الولايات المتحدة تركز على ذلك، وقد رأينا منذ فترة محاولات من قبل روسيا بسط نفوذها في المنطقة، ومع الأسف هذا نفوذ خبيث جدا، فتسعى الولايات المتحدة لحد من هذه الأنشطة الروسية الخبيثة في المنطقة، ومثل ما قلت هناك مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا، وسوف نواصل في الشراكة مع تركيا في هذه الملفات. ماذا لو أصرت تركيا على تفعيل منظومة S-400 الروسية؟ ماذا أنتم فاعلون؟ لن أستبق الأحداث، فقد أود أن أقول مثل ما قال وزير بومبيو، تركيا عضو حلف شمال الأطلسي، وكمان تركيا حليف للولايات المتحدة، بالتالي نحن متفائلين بأن يكون هناك حل إيجابي لهذا الملف. هل من الممكن أن تتغير الأمور مع مجيء إدارة جو بايدن الرئيس المنتخب، تتغير سلبا أو إيجابا؟ يعني هل لديك طرح في هذا السياق جيرالدين أم لا؟ لا أستطيع أن أتكهن بالمستقبل بعد تنصيب رئيس المنتخب بايدن، لكن مثل ما قلت هذه العقوبات تأتي في إطار قانون كاتسا، وهذا القانون يحظى بدعم من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فسوف يبقى هذا القانون في حيز التنفيذ بعد تنصيب رئيس المنتخب، فمن اللازم اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار هذا القانون لحد من استخدام المنظومات الدفاعية الروسية لأنها منافية للشراكات العسكرية الغربية. طيب، كان هناك تصريح مهم ولافت لوزير الخارجية الروسي لافروف، قال فيه بأن هذه العقوبات التي فرضت من جانب أمريكا على تركيا أنها غير شرعية، وأنها من أوجه تعالي واشنطن أو تعامل واشنطن المتعالي تجاه القانون الدولي وفق تعبيره. ما ردك على هذا الكلام؟ هذا الموقف ليس من المستغرب، والولايات المتحدة تركز على حفاظ وتكريس شركائها مع خلفائها مثل تركيا، هذا شيء مهم من وجهة نظر الولايات المتحدة. لا، أنا أقصد لافروف يرى أنكم تتعالون على القانون الدولي بمثل هذه الإجراءات جيرالدين، هل هذا صحيح؟ الولايات المتحدة لن تعالك على هذا الكلام، مثل ما قلت نحن نركز على الشراكات مع خلفائنا ليس الترشحات السياسية. أخيرا حتى لا أطيل عليك، هل تعتقدين أن هنا ستكون هناك يعني
تبادل في وجهات النظر بين أمريكا وتركيا لقاءات خلال الفترة القادمة لحل هذه الإشكالية ومناقشة مسألة العقوبات أم لا؟ الولايات المتحدة تحظى بعلاقات ثنائية قوية مع تركيا، في المدى البعيد والمدى القريب سوف نرى مزيد من التشاورات الدبلوماسية بيننا وبين تركيا، ومثل ما قلت نحن متفاعلين بأن نجد الحل الأنسب لهذه القضية. جيرالدين جريفز الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معي عبر الإنترنت من دبي، شكرا جزيلا. عودة لجنيف وسيد بلال سليم الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة، على ما يبدو كما استمعنا في هذا النقاش مع المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها مصرة أن تركيا حليف مهم وثمين بالنسبة لواشنطن وبالنسبة حتى لحلف شمال الأطلسي. هذه العقوبات هي موجهة لروسيا في الأساس وليست أنقرة. هل هذا كلام منطقي يعني مقنع بالنسبة لتركيا أم لا؟ نعم، تحية لكم أستاذ الكريم. بالتأكيد نعم، هو القانون في أصله هو كان موجه لروسيا ويستهدف الصناعات أو المشروع الروسي العسكري بشكل عام، لكن فيما يتعلق بفرض العقوبات على تركيا هي ليست فقط في هذا السياق. أنا أريد أن أذكر أن جزء من فرض العقوبات تم ذكره أو تمت التوصية به من خلال ما عرف بقانون شرق المتوسط، والذي صدر في نهاية العام الماضي بموافقة كل من الحزبين. وهذا القانون كان بشكل رئيسي يتحدث عن نشاطات تركيا في شرق المتوسط، وتم في الذكر في إطار هذا القانون وفي سياقه أنه أيضا يجب فرض عقوبات على تركيا فيما يتعلق بنشاطاتها في الاسم نشاطاتها في الشرق المتوسط، وأيضا بشرائها الاس 400. وبالتالي الخلاف بين الطرفين التركي والأمريكي لا يتعلق فقط في مسألة شراء هذا النظام الدفاع الصاروخي. أنا أعتبر أنه هذا هو الذريعة لفرض العقوبات على تركيا. في الحقيقة فرض العقوبات هي تمثل تعبير عن حجم الإشكال في الثقة والتوتر الحاصل بين الطرفين منذ 2014 تحديدا، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم قوات الحماية الشعبية في الشمال السوري، والتي اعتبرته تركيا وقتها تهديدا لأمنها القومي التركي، وعمل منافي لكل مفاهيم التعاون في الأحلاف العسكرية كحلف الناتو أو غيره. شكرا جزيلا بلال سليمة الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة، كنت معي عبر الإنترنت من جنيف. مشاهدينا الكرام، المسيرة مستمرة بعد الفاصل، تلتقيكم الزميلة حياة اليماني وباقي فقراتنا. وفيها الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتزايد اعتقال الحقوقيين. ابقوا معنا. ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا في أوقات مختلفة عن قلقنا بشأن تضييق المجال أمام المجتمع المدني في مصر، وبالأخص اعتقال المدافعين عن حقوق. من هنا عام 2014